السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعتقد ده الفيديو الأخير في التبول الإرادي، ولو في كومنتات تاني احنا ممكن نضيف فيديوهات تاني، يعني الكومنتات بتسأل حاجات معينة ممكن نضيفها تاني، بس أنا حاولت أغطي كل الموضوع فيما يخص التبول الإرادي على مدار الفيديوهات اللي فاتت كلها. احنا ناقشنا تقريبا معظم الحاجات، زي بيحصل التبول الإرادي، السن اللي نعالج عليه التبول الإرادي، العلاج، الممنوعات. حلقة النهاردة هي حلقة لكل أم يئست، حلقة لشباب وشابات. أنا شفت أعمارهم في الكومنتات بصراحة الواحد يعني زعل قوي عليهم، 17 سنة و23 سنة، تمام. فإحنا النهاردة الحلقة اللي بتقول هي العلاج، عملنا كل ده والعلاج والحالة ما اتحسنتش، وهنا بقى بناخد من الحلقة بمعنى إيه بقى. صحيح التبول الإرادي معظمه أسباب وظيفية، يعني ضعف على مستوى المخ، على مستوى الأعصاب، على مستوى المثانة، ولكن في بعض الأحيان الأسباب أسباب عضوية. يعني إيه أسباب عضوية؟ يعني ببساطة إن هذا الطفل عنده بعض المشاكل العضوية اللي مأثرة على المثانة أو مثلا على الأعصاب، فبتخلي التبول الإرادي التحكم فيه صعب، وهنا التدخل بيبقى ساعات تدخل جراحي. فنركز مع بعض كده. أول حاجة تأثر عليه لو الطفل عنده حاجة اسمها شق في سلسلة الظهر، وشق في سلسلة الظهر ده بيخلي الأعصاب عرضة، تمام، للتأثر بشكل كبير خالص. في الحالة دي إحنا بنحتاج إن إحنا ندي مقويات عصبية شديدة جدا عشان نتحكم في المسافة. الحاجة التانية يكون الطفل عنده أو الشاب عنده مشكلة على مستوى عنق المثانة. المشكلة دي مشكلة عضوية مأثرة على تحكم ووظائف عنق المثانة، فبيحصل التبول الإرادي. طب الكلام ده نعرفه إزاي؟ نعرفه بكذا حاجة، سواء من أول بقى حاجة اسمها ديناميكية التبول. ديناميكية التبول يعني إيه؟ يعني فحص معين بتشوف فيه إزاي عملية التبول بتتم عشان بالظبط نعرف المشكلة فيه. عن طريق كمان أشعة بالصبغة على المسالك البولية، تمام؟ بنحقن عن طريق قسطره البول صبغه، بنشوف هل في مشكله عضويه واضحه على مستوى المسالك البوليه ولا لا. ساعات في بعض الاحيان بنحتاج بناظير. يبقى اذا كل اللي احنا كنا عليه في الحالات اللي فاتت كان علاج دوائي وممنوعات. عند مرحله معينه علاج الدوائي والممنوعات ما جابش تحسن، وصلت لسن كبير ومفيش والتبول الارادي ما زال مستمر، هنا بناخد خطوه مختلفه، وهنا خطوه اسمها خطوه جراحيه. الخطوه الجراحيه بيبقى ساعات بنحتاج لبعض العمليات، خصوصا في البنات، لان معظم الحالات اللي بتبقى مستعصيه بتبقى حالات في البنات. بنحتاج في الحالات دي ان احنا بعض العمليات الجراحيه، دي عمليات مشهوره جدا اشخاص نحسن التبول الارادي. النصيحه الاخيره لكل ام فيما يخص التبول الارادي، لو طفلك وصل لمرحله عدى سن 7 سنين 8 سنين ولسه بيعمل تبول ارادي، فما تستنيش، ده كتير قوي جدا جدا، تمام. والشاب اللي وصل 12 سنه 13 سنه على التبول الارادي، فلازم سريع نبدا معاه علاج طبي، لان لو ما تحسنش نحوله على طول للجراحه. اتمنى ان احنا في سلسله التبول الارادي يكون غطينا كل الجوانب اللي احنا حضراتكم بتسالوا عليها. برضو الكومنتات مفتوحه لحضراتكم، اسالوا كل اللي نفسكم فيه وان شاء الله نحاول نجاوب عليه. نشوفكم على خير، وربنا يا رب يبارك في اطفالكم ويحفظهم ليكم